قوم هاد الخطره انا في المقبره تاع سيد عمر مشيت في الحناق الله يرحمه واحد امه محمد كي مشيت لهنا واحد الميكرو يمشي ويجي واحد مسكين هنا مشات لي كاتجي من الكلام باهي باهي الميكرو ولا شونجي خور هاي يبتك بالميكرو ماش عارفاش مجمل قلت لك كم والله لا قلت لكم في المخبرة السيد ما عزانيش بالوالدة ديالي قال لي حسن الله يعد براجر قلت له بارك الله وفق قال لي بصح انت ما كلمك الله يرحمها قال لي تحب اثار بزاف قلت له واه قلت له يما تحب اثار بصح انت ما راكش عارف علاش هي تحب اثار قال لي لا قلت له شوف قلت له اثار فيها ثلاثة ديمو اف ال ام قال لي واه قلت له احنا في الدار اف فاطمة يما ال يا نبي حسن الله ما هو له والان نادي اختي بالنيا ما عليناش عاد نهضروا انا وياه حتى واحد قال لي انا هنا بالك احنا بسيد عمر دير اخرى انا خويا قلت له علاش قال لي ديجا انا في القبره جديده قلت له واه قال لي منا قال لي لوبيتال جديد قلت له واه على بالي قال لي اونفاس الحبس جديد قلت له على بالي قلت له اما لا انت راك حاب تردني انا بلاد عظمى ولا مانيش عارف بحلم كبيره بحال لوبيتال بحال باتيمو وبحال بليكات الجندرم والحبس قلت لك تا قلت له اسمع قلت له انا راني طالع سيد عمر سيد عمر كي تجي لابوك ديسونس تاع العشي تسمى من تما تجبر الجماعه وجماعة تاع انت سيد عمر ما شاء الله كاع يخرجوا للبحر اما لا تخرج راسك من الكارو وتكون ماكدة الله يفتح حتى ما يقول لك امين زيد تتمشى شويه لوبيتال الله يجيب الشفاء امين زيد تتمشى شويه المكبره الله يعدم الله اجر والله يرحمكم امين زيد شويه الحبس الله يطلق سراحكم امين زيد شويه لوبيتال لي جون تاع توتال الله يحط السلامه امين عاود زيد شويه حتى تشبح لاكم تتكون مسمونة يقول لك اودي واحد مات محمد ودسي امين امين وما تبلعكش في امين انت كلمت لكم على السجن تاع القبرة وكاس مطوف اثما هلا اثا في الموت لا يعطي الله امين بالنية ما عليناش كنت شفت هنا التربة التربة ديزاني 80 ولا ديزاني 90 مدينة كاليمي انا ماشي كي موراي كانوا العشاء ما هنا هبا هو السكة التمر الحليب ولا ما كانش الحليب اللبن ولا ما كانش اللبن بالماء يقرا واحد حزب الله زوج يدعيو له بالرحمة ويمشيو نورمال دنيا من لا دنيا بكيتك حلموت عاد تمشي تشوفهم في الاول تلعب سمو الديجي تقول لهم ما رجوش مكبوطين لا شيء هذا ما كسناش بفراجون ذاك الفكير اللي عندنا احنا موت ولا لا اكيد ديجي وكي يجيبوهم يصيفطوا للوطو سبيسيالمون تاعهم في العشاء سيدي ايفري كوكا البركوك بالموز اللوبيا طويله كي ما يانا بالزيتون التيسار ما نقولكش البانان تفاح خايط لغايط يطربوا حي العشاء وزيد تهلا في محل ويمشي اما لو كنت شفتي انا هذه في الكادر فان كاس دومي اما لو في الدومي سيكونت انت راك فايد على دارنا فايد تبدا تسمع سوقي بلادي تتعمل لي هكذا اسمو كان في الدار ديال لاهو انت واحد يقول لك لاهو الامين دامته الله اكبر الله الله اكبر تقول لك ولا مسكرين بان حجابوه وبالديجي تمشي للباب تطبل سيتا في نورمال تخرج لك اختي ولا خاي ولا خالي يخرج لك بالشطيح
حكيت على الحليب بغيت مقتطف الحليب البكر في كندا راه معدي البلا ميوزي غنتفرج في لي البكر نورمال الكيت مال لا ميوزيك تاع بير لو تاع لا لا خطاو ما يفهموش يعملو غيرها مصطفى مصطفى
خرج من الجامع قال له بسم الله الرحمن الرحيم اسمك يا ناس محمد قلت طبعي لما بدلش لما بدلش وصاش قريت بوكا قال لبت فلان ما بدلش ولا نسبب إمك قال له علاش ما في إما قال له على خاطر شي إما تضرب الكارطة العام خي السيمو حشب احي القولي عاود تنزل عاود القولي تنزل القولي انت كنت بحوطي عامل الناس عبد الكريس فرنسا تنعد الرابعة دي بكل يا صاحبي هو يا الله الرابعة دي بكل يا صاحبي باركسون الرابعة دي بكل خليني نكمل لك هذا القولي السيمو الخيب تاع النقطة يبا طيبة اللوبيا والبطاطا اللي طيبة بالزيتون أطرب طرب إلى وقف الدخان قاعد تخلط له قاعد يضرب الآن كارد ويسكي قلت له جي كوني لا شونسون أمشينا هوت الواد عبد الله هل الموضوع الكراسة وقاعد يوش بكي حتى في المحديكسيونات وبدا هيمو لا غير في المفيد أقول له تصيمة تشفى هيمو هيمو أقول له ما بحوش عليا قلت له بدا أقول له بدا بسيرة وكيف قلت له وين هذه التاسع حرة بدا يا طعم اللي يضحك عدس أو بديك أو بديك تكسيونا وعلى غزوة وبدا غزوات نمو إستوار دامور كنت رب غلط غزوات إنت أتسلس غزوات نمو إني لامو تخيلي انا كنا تاك هاكا ويسكي مشى نروح وكي الصباح تا كي تما قالت لي كالصباح تاسمو قالت لي ولا قالت لي لا هو كنت صافي كنت بيت نموتي كنت بيت نموت كنت انا كان مول في شهر مول في الذهب في الشبك وكنت بنفسي كاع مول الهدى اكل انت يا مولي اخي انت دارك عشان صحاب لو كان بينك نحسن بينا كانت معاكم تات بين هم اللي كنت معاكم وحتى بينك تمن الشكل لو كان بين اللي تفقوا له عنده ولو كان بين اللي عاود الفرايا ديالو فوت تفقوا عليا ما تنمس بيمس أبي يعرفوني باش نبين الكين ما تعرفني كاع يعرفوا كل نهار جمعة في السوق كاع يعرفوا انت كاع يعرفوا في الشهر خليني نشوف البن هاد الشيء نحل بالغمار ما كانش واحد واصبح في الله يا ربي كاين المحتال يقدر يطلع لي بالسطوب لا كاين يقدر يطلع لي بالسطوب عاود هذا الطاري ديالي مع السطوب كاين هنا بون باش يبين لك معاك الكل 14
ما تنطرف ما تخاف ما والو اخي روح صح كل والله العظيم ما حل عيني غمض عيني اك ماشي دوخ ويجيو دابور ما تخرجوش قعد هنا دعس غمض عيني اجا على ملك واقف الى دوخ واقف خاطرنا ندير لكم ما عليكم ان شاء الله الى عجبناكم تصفقوا علينا Thank you.